أرض الإنسانية، أرض الخير والكرم والجود، والتي أسمي قائدها بقائد العمل الإنساني، ووصل صداها إلى آخر بقعة بالعالم، فكيف سيكون وضعها بالداخل، والتي أولت رعاية خاصة بالعمالة الوافدة بموجب القانون 6/2010 تجسدت بمركز الإيواء للعمالة الوافدة. متفرد في بالعدد اللي يستوعبه مركز الإيواء من خلال 500 نزيلة، وخصوصا بالتقديم الخدمات من خلال هذا المركز. لذلك تكون الكويت هذه تجربة رائدة وسباقة من هالجانب هذا، خصوصا على نطاق الشرق الأوسط، وخصوصا الخدمات اللي قدمتها دولة الكويت من خلال الدعم النفسي، من خلال الدعم الاجتماعي والترفيهي، علاوة على الدعم القانوني بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ومع المنظمة الدولية للهجرة العالمية اللي هي IOM. احنا قاعد نراقب كل ما هو كل المشاكل اللي تعرض لها العمالة، قاعد نراقبها كأرقام، يعني كمثال ترك العمل او قضايا ترك العمل قاعد تنخفض، كانت في السنوات السابقة 7000 السنة الماضية، الآن اصبحنا في 5000، خاصة في الأحكام القضائية اللي تصدر في حجز الجواز السفر، البلاغة التغيب ايضا قاعد نراقبها، الشكاوى العمالية. العديد من الإجراءات الكفيلة بحفظ حقوق العمالة الوافدة طبقا للمواصفات العالمية، حيث يتم رعايتهم إلى حين استدعاء صاحب العمل والسعي إلى تسوية النزاع بشكل ودي من خلال العودة للعمل أو مغادرة البلاد بعد التحقق من تسلمهم لحقوقهم وتذاكر سفرهم. برنامج الهجرة العالمية الخاص في إعادة العودة الطوعية ومكافحة الاتجار في البشر، هذا البرنامج من خلال الفريق هذا نحاول بالتعاون مع منظمة IOM ان نسوي الإحصاء للحالات، مع انها قليلة جدا، لكن احنا من خلال البرنامج هذا يتم ترحيل العمالة للعودة الطوعية لبلدهم، وان شاء الله ان نكون احنا والكويت تقدم من خلال المركز جهود جبارة. الكثير من المنظمات الدولية والتي تراعي حقوق الإنسان أشادت بهذا المركز وبحرص دولة الكويت على الحفاظ على حقوق العمالة الوافدة. عائشة المديني، تلفزيون دولة الكويت.